فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مما يعدونه عبادة أو لا يعدونه عبادة. قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. والاتباع هو الاقتفاء والاستنان، فمن عمل بشيء من سننهم فقد اتبع سنة جاهلية. وهذا نص عام يوجب تحريم متابعة كل شيء من سنن الجاهلية في أعيادهم وغير أعيادهم. الله تعالى أمر بالسير في الأرض للنظر في آثار الدمار الذي حصل على الكفار من أجل الاتعاظ والابتعاد عن أعمالهم لئلا يصيبنا ما أصابهم. فالنظر في آثار الكفار من أجل الاعتبار والاتعاظ هذا مطلوب. سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فتلك بيوتهم خاوية لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. فالواجب الاعتبار والاتعاظ. ولهذا لما مر الصحابة رضي الله عنهم في طريقهم إلى غزوة تبوك، مروا بديار ثمود، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. فالنظر في هذه الآثار من باب الاعتبار والاتعاظ والتذكير هذا أمر مطلوب. أما النظر فيها من باب الإعجاب وأن هذه حضارة وأن لنا تاريخا قديما ومجيدا، فهذا من الاغترار بأمور الجاهلية.